مرحبا بكم. اليوم احنا بمدينة سلا حاضرين لتغطية زفاف شابة والفنانة ماريا نديم. خليكم معنا باش تشاهدوا معنا الزفاف من اول حتى الاخر، ما تشوش بعيد. البال والقناعه ومشي تنقول هادشي زعما راني لازم بصح فريمون هو راه عارف هادشي. كونوا هانيين وكونوا فرحانين وراحه البال ويدوز هاد الويله على خير، هادشي اللي كنتمنى. وانت؟ وانا كنتمنى باللي كلشي اتفقنا فيه انا وماريا وكلشي خططنا له من لما بلشنا حياتنا نحققه ونوصل له باقرب وقت ممكن، لانه هيك انا بشوف علاقه الشريكين بتكون ناجحه بالحياه لما بيخططوا لكل شيء وبيوصلوا له. انا تنقول اهدي له شكرا بزاف على الحب اللي عطاوني وعلى لامور اللي احتضنوني به من اول مره دخلت عندهم للدار. وانت شو تقول لماما؟ كنقول ليها انا منبهر بشخصيتك الحلوه للحجه زينب، وانا منين تعرفت على الحجه زينب علمتني على الحياه ستريت. والله العظيم ماما ماريا شخص كتير ستريت، فكتير اخذت منها حب، كتير اخذت منها حنان. هالمره عن جد يعني عزيزي كتير على قلبي، وكان موت في الدنجال اللي كديره. أنا فرحانة بزاف بزاف اليوم بتواجدي في عرس كاظم وماريا. بغيت نقول لهم يا ربي يكمل لكم بالخير وبالرفع والبنين إن شاء الله، وشكرا بزاف على الدعوة. السلام عليكم، معكم كرافطة. احنا اليوم في العرس ديال ماريا وديال كاظم، كيما شفتوا نايضة. كنتمناو لهم إن شاء الله الخير، الله يسهل عليهم، الله يكمل عليهم بخير، والله يسهل على أي واحد. شكرا. السلام عليكم، اليوم انا فرحانه بزاف بالحضور ديالي في عرس ماريا نديم وكاظم. كنتمنى لهم كل سعاده وكل حب وكل فرح في حياتهم الزوجيه. كنحماق عليهم وكنموت عليهم، فرحانه اليوم فريمون بزاف من كل قلبي.